معنا عبر الهاتف رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك معنا. إذن ربما كانت هناك اهتمامات من قبل مجموعة من النشطاء الشباب الذين يعني حريصون كانوا ربما على إيصال صوت الأسرى، خاصة عواودة وريان للناس. نظمت وقفة احتجاجية يوم أول أمس ولكنها فشلت، لم يأتي أحد إلى هذه الوقفة، ويوم أمس أيضا أعيد ترتيب هذه الوقفة ولم يحضر سوى 10 أشخاص. ما الذي يحصل؟ يعني الذي يحدث أمور كثيرة، يعني موضوع الإضرابات عن الطعام يعني موضوع متشعب وشائك ولا يمكن مناقشته من على موجات الأثير، لكن يعني أحيانا تحدث بعض المبادرات. هذه المبادرات بدون التنسيق مع أي جهات، فقط تطلق مبادرة وتلقي بها في على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. يعتقد البعض أنه يعني ليس سوى أن تبادر وأن الناس متحفزين للمشاركة وما إلى ذلك. هذه قضية قلناها من البداية، لا يمكن أن يعني، ونظرا لكون الأسرى المضربون عن الطعام في مواجهة قانون جائر تتورط فيه كل مؤسسات دولة الاحتلال، القضية ليست قضية المضرب عن الطعام وبضع عشرات وبضع مؤسسات أهلية تستطيع أن تكسر قانون الاعتقال الإداري. إسرائيل بكل مؤسساتها منخرطة في حماية والدفاع عن هذا القانون وتثبيته، ونحن في الجانب الآخر نحن كفلسطينيين يفترض أن ننظر للموضوع بحجمه وبخطورته، وبالتالي العمل في مواجهة قانون الاعتقال الإداري يحتاج إلى رؤية واستراتيجية فلسطينية، وحين ذاك هذه المبادرات الشبابية يكون لها تأثير وصدى أكبر مما حدث يوم أمس. نعم، يعني ربما 68 يوما اليوم يقضي خليل عودة من إضرابه المفتوح عن الطعام، وكذلك ريان 32 يوما، رائد ريان. يعني بعد كل ذلك وبعد كل هذه المحاولات، عندما يخرج 10 أو لا يخرج أحدا إلى الشارع، كيف يؤثر ذلك على نفسية ربما الأسيرين وحتى على ذويهما؟ هو يؤثر بشكل كبير بكل تأكيد، يعني سلبا وإيجابا. خروج الناس بأعداد كبيرة يرفع معنويات الأسير، وهي بالمناسبة الفعاليات الشعبية ليست لرفع معنويات الأسير وإنما هي لممارسة الضغط على الاحتلال، هي للفت الانتباه لقضية وتسليط الضوء على قضية الاعتقال الإداري بكل دلالاتها العنصرية والفاشية والتعسفية. أي أن الجهد الذي يبذل ليس بالضرورة من أجل يعني تحسين الوضعية النفسية لعائلته، هي فعلا، لكن هي من باب الإسناد والتضامن. نعم. بكل تأكيد. لا يعني أنا برأيي أنه هي ليست للتضامن، يعني الشعب الفلسطيني لا يتضامن مع نفسه. أعلن الأسرى منذ سنوات حربهم أو معركتهم في مواجهة قانون الاعتقال الإداري. نحن قلنا يجب على الحركة الوطنية أن ترعى هذا الموضوع، يجب أن تبلور تصور شامل بحيث تنخرط أعضاء التنظيمات جميعا في الدفاع عن الأسرى وفي إطار مسعى حثيث لكسر قانون الاعتقال الإداري. أي أن القضية أبعد من أننا نريد أن نأتي بالحرية للأخري العوادة أو رائد ريان. الهدف الأساس، هدف رائد وهدف خليل عواودة، هو أن يكسر قانون الاعتقال الإداري، وهدف الأسرى الذين يقاطعون المحاكم منذ بداية هذا العام من 1/1/2022، الأسرى الإداريين يقاطعون محاكم الاحتلال. لماذا؟ في مواجهة قانون الاعتقال الإداري. وبالتالي هذا يلح بالسؤال، متى تكون لدينا استراتيجية وطنية تعمل بموجبها الفصائل، تعمل بموجبها المؤسسات والنقابات والتشكيلات المنظمة، وكذلك تعمل بموجبها المبادرات الشبابية التي سيكون لها تأثير أكبر لو كان ذلك في إطار خطة وطنية فلسطينية. نعم، يعني ذلك لا ينفي ضرورة الالتفاف الجماهيري نحو قضية الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال. الآن أنتم في نادي الأسير، كيف تتصرفون من أجل تفعيل قضية الأسرى وأيضا اهتمام الشارع بما يجري داخل سجون الاحتلال؟ يعني نحن بالتعاون مع كل العاملين مع الأسرى ومع يعني في سبيل خدمة هذه القضية الوطنية العليا،
مع الأحزاب، مع القوى، مع الفصائل، مع الجميع، نحاول أن يعني ندفع قضية الأسرى لتتصدر سلم الاهتمام الوطني. قضية الأسرى كما قلت لك قضية متشعبة، ونحن يعني نعمل جاهدين من أجل الدفع باتجاه صيغة وطنية شاملة تضع نصب عينيها أو في رأس سلم أولوياتها تحرير الأسرى. وهذه قضية يعني يجب أن لا تبقى يعني فضاء للجدل الإعلامي وللنقاش ولإطلاق الشعارات التي في كثير من الأحيان تكون شعارات تخلو من أي مضمون. نعم، إذن يبدو أن هناك مشكلة بالاتصال. إذن رئيس نادي الأسير قدورة فارس كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.